وآخر فقرتنا مع معرض الكتاب السوري تحت عنوان كتابنا غدنا الذي أقيم في مكتبة الأسد. تم عدد كبير من القصص والكتب وأهم سلسلة قصصية للطفولة المبكرة. ولحتى نحكي أكثر بصرنا نستقبل اليسار الأسعد أخصائية تربوية وكاتبة قصص للأطفال. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. في البداية خلينا نتعرف من حضرتك عن السلسلة القصصية للطفولة المبكرة. تماما، بداية أنا السلسلة يلي كتبتها هي موجهة للطفولة المبكرة من عمر 3 لعمر 6 سنوات. هي عبارة عن مجموعة من المغامرات. شخصية اسمها شخصية توتا. توتا هي عبارة عن دمية، يعني هي سلسلة تنفذ كمسرح عرائس للطفل. فهي عبارة عن دمية بتخوض بمغامرات ضمن بلاد العرائس. في كل مغامرة بتخوضها هي بتعطي درس للطفل أو بتعطيه تجربتها، خلاص تجربتها. الهدف الأساسي كان بسلسلتي هو تعزيز التفكير العلمي عن طفل، يعني مرحلة الطفولة المبكرة. يعني احنا دائما بنشتغل على اللغة، بنشتغل على المهارات الحياتية، بنشتغل على المهارات اليومية، لكن أنا حبيت أتوجه أكثر للخبرات العلمية، لكن من خلال القصة يلي توتا عم تحكي له إياها. فهي هي سلسلة توتا. هذا الغلاف، تمام. الخمس قصص هن عبارة عن توتا والمغناطيس العجيب، توتا وفصل الصيف، توتا والأشكال الهندسية، توتا وحيوانات المزرعة، توتا والبالون. فهن تقريبا الأساس هو يعني المفاهيم العلمية، مثلا مثل المغناطيس. من خلال حتوتة بيكتشف الطفل قوة جذب المغناطيس. بس فينا نعلي شوي. أي تمام. أوكي. بكتشف الطفل إنه هو كيف بده يستخدم المغناطيس وشو فائدة المغناطيس ولشو بيجذب المغناطيس، تمام. وأيضا في أهداف سلوكية غير مباشرة بالقصة بتغرس القيم والعادات عند الأطفال. يعني مثل إنه مثلا بقصة المغناطيس إنه كيف هي وقعوا منها وتبعثروا وبعدين هي جذبتهم بالمغناطيس. المرة الثانية مثلا إنه كيف بدها ترتب أكثر، طريقة التعاطي بين توتا وإمها، توتا والجد، الاحترام، استقلالية الطفل، كيف انه يعني ممكن اغرس انا قيم من خلال هاي القصص. مثلا الحمد لله بقصة المزرعة، انه نحمد ربنا على النعم اللي عم يعطينا اياها، التعاون مع الاصدقاء بالاشكال الهندسية والتعلم التعاوني. هدول اهداف غير مباشرة كانت بقصص توتا. والأهداف الأساسية اللي هي مثل ما قلتها هي أهداف من الخبرات العلمية عند اللي هن موجودة برياض الأطفال. نعم. خلينا نحكي عن مثلا سلسلة هالقصص هي موجهة أكثر للطفولة المبكرة. ليه؟ شو يعني شو الفرق بين الطفولة العادية والطفولة المبكرة بهي القصص؟ تماما، الكتابة للطفولة المبكرة أصعب من الكتابة من الطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة، لأنه هون تفكير الطفل بيكون محدود. يعني بس أنا بحس أنه بوقتنا هذا أصلا الكتاب صار صعب أنه يوصل للطرفين، يعني للأطفال عم نحكي، بما أنه هلأ في تاب وفي موبايل، صح؟ تماما، وجهة نظرك جدا صحيحة بهي خليني أقول هي الفترة. لكن أنا استخدمت هي السلسلة كأحد استراتيجيات التعلم. يعني هي رح تكون موجودة برياض الأطفال، أو مثلا أي أم حابة تعلم طفلة هذا المفهوم، أنه يكون من خلال القصة والبابت، يعني مع الدمية. هلأ في دمية نحن عم نشتغلها حاليا لسه ما خلصت. فهو أنه أنا بدي فوت من مبدأ بلاد العرائس ومسرحية العرائس، يعني هي القصة نفسها، سيناريو هذا نفسه ينفذ كمسرحية. فأنا هون استخدمتها كأحد وسائل التعليم، يعني اللي هي استراتيجيات التعلم والنشط اللي نحن بنشتغل عليها برياض الأطفال. فهو أكيد الطفل بيحب يتوجه أكثر ممكن للفيديو، مثلاً الألعاب الموجودة بالأجهزة التكنولوجيا. لكن نحن هذا الشيء موجود رح يكون بالمدارس ضمن خططنا التربوية، أنه هو كيف ممكن توصل له هاي المعلومة، بدل ما يكون الدرس هو عبارة عن إلقاء، لا، هو عبارة عن قصة كمسرحية عرائس وأيضا تجربة للطفل. يعني هي توتا نفسها حتمسك المغناطيس ويجوا الأطفال ويتعطيهم المغناطيس ويجذبوا الدبابيس الحديدية. فبالنسبة لسؤال حضرتك ما بين الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة، الكتابة للطفولة المبكرة أصعب من الكتابة لباقي المراحل، لأن هون الطفل بيكون تفكيره محدود وخياله محدود. فأنا ما فيني أشتغل على حسي الأدبي قد ما فيني بدي أشتغل على توصيل
توصيل الهدف بدقة للطفل بدون ما يكون في كلمات وتعبيرات واستعارات يعني بالكلام، وخليني أقول إنه حس أدبي أكتر. فهون الفكرة أنه أنا بدي أوصل خبرة علمية من خلال حتوتة أو من خلال قصة. وصدقيني أكثر ما يجذب أطفال الطفولة المبكرة هو السيناريو والقصص، خصوصاً يعني مو بس لحتى هو يتعرف على محيطه وبيئته، حتى إذا بده يتعرف على الثقافات الثانية هي أفضل جواز سفر لحتى نحن نقدر نوضح للطفل هي المفاهيم وهي الثقافات. نعم، يعني كمان خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة، نحن بنوصل رسائل كتير حلوة للطفل، أيضا خلينا نعرف أو نحكي عن بده يوصل هاي الرسالة أو شكله بعالم الطفولة. مثلا مثل توتا شكله لطيف أنتم مختارينه، خلينا نقول هو موجودة هي الشخصية من قبل ولا لا، بس لا تم رسمها لهي القصة. تمام، هي تم رسمها لهي المغامرة. طبعا هي توتا هذا الجزء الأول منها، هي عبارة عن مجموعة من الأجزاء يلي بتفيد الطفل سواء بالنمو اللغوي أو الوجداني أو حتى العلمي. التوتا رح تطلع الأطفال ببداية، أنا يعني هذا الشيء ماني كاتبته بالقصة، هي في مقدمة جميلة لجذب عقل الطفل واستثارة تفكيره. يعني أنا ببلش كمربية مثلا، صباح الخير يا أطفال، كيف حالكم اليوم؟ اليوم سوف تزوركم توتا من بلاد العرائس. هل تعرفون ما هي بلاد العرائس يا أطفال؟ فهو هون الطفل بده يبلش يعني شو هي بلاد العرائس؟ شو معنات هاي الكلمة؟ هلأ في أطفال قالوا لي إيه، في أطفال قالوا لي لا. فأجوبة الأطفال جدا جميلة، وحتى يعني بتعطي إلهام أكثر للمربي أو قارئ القصة. فبلش هون أنا بعطيهم تمهيد، يعني هذا التمهيد اللي هو نحن بنعطيه كدرس، عم بعطيهم تمهيد لقدوم توتا من بلاد العرائس، حتى أنا أشتغل أكثر على تعزيز الخيال عند الطفل، وأنه هو كيف ممكن يقدر يقوي مخيلته أكثر هو وعم بيفكر بتوتا كيف بدها تجي وكيف شو هي بلاد العرائس وشو هي المغامرة اللي بدها تصير معه. هون أنا قدرت أشتغل على تعزيز الخيال عند الطفل مشان لحتى أقدر أنا أقوي هاي لاحقاً، أقوي قدرته على مثلاً ممكن أنا بعدين أستغل هاي الموضوع بكتابة القصص عند الطفل لحتى خليه يقدر يكتب قصص. بدي أنا أشوف مخيلته، هل هو قادر على تخيل هاي البلاد أو هو تخيل هاي الشخصية أو على أتمام قصة معينة. فأنا هون بدي يعني يكون عندي كذا هدف غير مباشر بشتغل عليه مشان لاحقاً أنا أخذ النتائج. نعم، خلينا نحكي عن يعني الفكرة، إيجاد فكرة لحتى نحن نسردها كقصة. اليوم في كتير يمكن مشاكل عم يعانوا منها الأطفال، إن كانت ضمن الظروف الصعبة وإن كان أيضا بسلوك عمي، سلوك تفكيري أو حركي أو جسدي عم يصير عند الأطفال، يمكن عم يسبب شوي هيك حالة من الأهل ما عم يعرفوا شو يتصرفوا. اليوم نحن مواضيع بتخص الأطفال لحتى شوي يكون عندهم ريلاكس، شوي يستوعبوا نقاط محددة من الحياة، شوي الأهل مشغولين عنا، نحن عم نترجمها عن القصص. اختيار المواضيع وتنفيذها قديه بدك وقت لحتى تعطي الفكرة، وكل ايمت وايمت يعني لازم تطوري بالأفكار تبع القصص الجديدة؟ تماما، هلأ الحاجة لحل المشكلات الموجودة مع الأطفال هي اللي بتدفعنا لكتابة قصص بنسقطها على الطفل نفسه ومنشوف شو يعني نحن لبين بدنا نوصل الطفل. مثلا إذا بدي أحكي عن المشكلات السلوكية عند الأطفال، مثلا الكلام البذيء، السرقة، مثلا ممكن أنه مثلا العناد أو اضطرابات الانفعالية اللي بتصير عند الطفل، أنا كيف ممكن أوجهها من خلال قصة؟ أنا بحكي قصة أو بكتب حتوتة هي بتوصف حالة هالطفل لكن مع إيجاد حل. هذا الحل أنا ممكن يعني هو هذا الطفل يتقمص شخصية هذا هي الشخصية الموجودة بالقصة ويصير يحاول يتوجه لهذا الحل نفسه يلي عمله صاحب القصة. حتى أنا مثلاً نحن أحد التقنيات اللي نستخدمها بتعديل سلوك الأطفال هي أنه لما أنا مثلاً طفل بيكذب
تمام؟ فأنا بحكي له قصة مماثلة للموقف اللي هو عم يعمله أو لنوع الكذب اللي هو عم يحكي. طب أنا من وين اخترع لهم هدول القصص إذا ما كانت مترجمة يعني مثل حضرتك أنتوا عاملين هيك شيء؟ تمام، هي اختصاص نابع من اختصاصنا التربوي. تمام، يعني نحن اختصاصنا التربوي هو اللي دفعنا لأنه نشتغل على موضوع القصص، لأنه هي أحد استراتيجيات مثل ما حكيت تعليم أو أحد استراتيجيات تعديل السلوك. نعم، يعني بالختام بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا ولكل النصائح القيم اللي قدمتي لنا اياها، واكيد بمشروعكم القصصي القادم. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا حبيبتي، كلك سو.